أهلا بكم في درس جديد من دورة تصميم وتطوير لعبة ميموري ماتشينج كارد مطابقة الكروت. قمنا في الدرس الماضي ببيان كيفية القيام بإنشاء اللاعبين والبلايرز بهذا الشكل، وقمنا بإدخال الانبوت دايالوج، وهنا نقوم بإدخال الاسم بهذا الشكل. وفعليا أستطيع أيضا القيام هنا بالضغط على انتر فلا يقوم بإضافة الاسم، لذلك علينا القيام بحل هذه الإشكالية. من أجل القيام بحلها نقوم هنا مثلا بالذهاب إلى ميموري ماتشينج كارد بهذا المكان، ونعلم أن القيمة الافتراضية لهذه البلايرز هي القيمة الفارغة، ولكن إذا قلنا هنا مثلا بالكانسل فعليا البلايرز سوف تأخذ قيمة نال، مما يؤدي إلى رمي اكسبشن بهذا الشكل. لذلك من أجل القيام بحل هذه الإشكالية دعني أقول هنا مثلا طالما وايل هذه البلايرز مساوية لهذه القيمة الفارغة، فهنا أقوم بالإدخال مرة ثانية، وفي حال مثلا قمت بالكانسل مما يؤدي إلى جعل هذه القيمة مساوية للنال، فهنا سوف أقوم بإضافة شرط طالما البلايرز مساوية للنال، ففي هذه الحالة أقوم بجعل البلايرز مساوية للقيمة الفارغة، مما يؤدي إلى تلافي هذا الإكسبشن والعودة هنا من جديد والدخول من أجل القيام بالإدخال. لنرى مثلا إذا قمنا بالضغط على كانسل نرى كيف يقوم بإظهار هذه الرسالة مرة ثانية. إذا قلنا أوكي نرى هنا كيف قبلها دون مشاكل. دعنا نتأكد، ربما معدل السترينج من الأفضل القيام باستخدام إيكوال بهذا الشكل. لنرى، فالآن إذا قمنا بالضغط على كانسل يعيد المسج، قمنا بالضغط على إنتر أيضا يعيد المسج. جيد جدا. فهنا إذا قلنا مثلا قم بإضافة هذه الشروط وذلك على اللاعب الثاني هكذا بهذا الشكل، تمام. هذه الإشكالية الأولى، تمام، جيد جدا. وهنا مثلا سوف أقوم بتعيين السكور ودعني أقوم بإضافتها قبل الاسم، فنعلم أن الأسماء تبدأ من هذا المكان ولكن بالنسبة لأطوالها قد تختلف وقد تكون متباينة، لذا سوف أقوم بإضافة السكور في هذا المكان. فإذا قلنا عند السيتنج قم مثلا بإضافة سكور معين وذلك لنقول مثلا 800، وهنا دعوني أقوم بإضافة مثلا 100 كسكور افتراضي. لنرى فنراها بهذا الشكل، إذا قلنا AB فقط للتوضيح فنرى أنها مناسبة. إذا قلنا هنا مثلا بإضافتها مرة ثانية في هذا المكان ونقوم مثلا بإنزالها قليلا إلى الأسفل، فنقوم هنا بجعل هذه 900 بهذا الشكل، جيد جدا، ممتاز. الآن دعوني مثلا أقوم بالتعبير عن هذه القيم وذلك بمتحولات. فإذا قلنا قم بإضافة سكور فهنا لدينا سكور 1 وسكور 2 القيمة الافتراضية لهما أصفار، فهنا إذا قلنا بالإضافة فمثلا لدينا سكور 1، طبعا من أجل القيام بتحويلها إلى سترينج نقوم بإلحاقها بالسترينج الفارغة بهذا الشكل، وهنا مثلا سكور 2. لنرى نرى كيف أن القيم أصفار، تمام. الآن الخطوة التالية أن نقوم بتعيين الأدوار لهذان اللاعبان، فمثلا دعني أقوم بإضافة متحول انتجر القيمة الخاصة به إما 0 أو 1 يعبر عن الدور الأول أو الدور الثاني، فنقول turn القيمة الافتراضية له 0، ومن ثم عند setting نقوم هنا بتوليد قيمة عشوائية تقوم بتعيين الدور إما للاعب الأول أو للاعب الثاني، فنقول turn يساوي random من هذه الماب. هنا قيمة الراندوم نراها بين الصفر والواحد وهي قيمة دبل، لذا سوف نقوم مثلا بضربها بعشرة وبعدها نقوم بحساب الموديلو على 2. طبعا هذه نستطيع القيام بتحويلها إلى انتجر هكذا. وهنا الترن إما أن يكون صفر إذا كان باقي القسمة يساوي صفر وكان العدد يقبل القسمة على 2، أو يكون واحد إذا كان هذا العدد المنشأ لا يقبل القسمة على 2. ومن ثم سوف نقوم هنا بالتعيين. على سبيل المثال يعني مثلا عند الرسم هنا سوف نقول يساوي الصفر، نقوم هنا بتعيين إشارة للدلالة على هذا اللاعب مثلا يعني نقوم بجلب هذا المسافة، وسوف نقول هنا مثلا بهذا الشكل، نستطيع القيام بجلب هذا الرمز بالضغط على Alt 7 ومن ثم إشارة أكبر، ودعوني مثلا نقوم بإضافتها عند 750. أما في حال مثلا أن يقول else يعني ذلك أنه مساوي للواحد، ففي هذه الحالة قم بإضافتها وذلك عند 900 بهذا الشكل. لنرى
فنرى هنا كيف قام بإضافة هذه الإشارة في هذا المكان. إذا قمنا بالمحاولة مرة ثانية أيضا هنا نفس المكان بهذا الشكل، تمام. فهنا قام باختيار اللاعب الثاني، والاختيارات عشوائية. الآن إذا قلنا مثلا في حال قيام باختيار هذه الكروت، فقم مثلا بالتبديل بين الأدوار، فهنا نقوم بالذهاب إلى السلك. ففي حال مثلا كانت هذه البطاقات غير متماثلة، فقم هنا بالتبديل. فإذا كان التر مساوي للصفر، فقم بتحويله إلى واحد، وإلا فقم هنا بتحويله إلى صفر. لنرى، نقوم هنا بتعيين الأسماء، مثلا عبد الله، عمر. فالآن دور عمر، نقوم الآن بالاختيار، وفي حال فشل نرى كيف قمنا بالانتقال إلى عبد الله. الآن دور عمر بهذا الشكل. وإذا قلنا مثلا بالتطابق، يعني يقوم بالبحث عن عنصران متطابقان، تمام. هنا بالنسبة لعبد الله تم التطابق وما زال الدور عنده، فأستطيع القيام بالاختيار مرة ثانية. الآن دور عمر، يعني مثلا نقوم بضغط السكور، ويتم ذلك في حال كان هناك تطابق أي خارج هذا الشرط. فهنا سوف نقول else، يعني ذلك في حال التطابق، ونقوم هنا بإضافة هذه الشروط هكذا. فسوف نقول مثلا في حال كانت turn يساوي 0، فقم بالزيادة على score 1، زائد يساوي 2، وإلا فقم بالإضافة على سكور 2 بهذا الشكل. لنرى، فإذا قلنا عبد الله الفحام، وهنا كريم جلال، فهنا إذا قلنا مثلا باللعب نقوم بالانتقال، هكذا. فنرى هناك فقولة بزيادة بمقدار 2، ممتاز. بهذا الشكل، جيد جدا. ونبقى هنا نقوم بالمحاولة إلى القيام بإنهاء هذه اللعبة. ونسبة إلى السكور الأعلى، نستطيع القيام بتحديد من هو الفائز. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وأن تكون هذه الدورة ممتعة ومسلية وتعلمتم فيها الكثير. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.